السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. الخلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 20/2/2022 وختام الجولة الثانية والعشرين من الدوري العراقي. متابعين الكرام، اليوم أو بمعنى أصح بدأت الجولة أمس السبت 19 فبراير 2022. سامورا تعادل أمام الصناعة 1-1، الكرخ خسر من النفط 1-2، زاخو تعادل أمام ميناء 0-0، الكهرباء فاز على النجف 2-0، والطلبة فازت على الديوانية 3-0. اليوم الأحد 20 فبراير، نروس فاز على نفط الوسط 1-0، أحرز الهدف بنيامين أكور في الدقيقة 22. القاسم تعادل أمام الزوراء 0-0. نفط ميسان خسر من القوة الجوية 1-2، أحرز هدف نفط ميسان عباس بديع في الدقيقة 57. هدفي القوة الجوية عن طريق حمادي أحمد عبد الله في الدقيقة 7 وعلاء عباس في الدقيقة 83. أربيل خسر من الشرطة 0-1، أحرز هدف الشرطة محمود المواسم من ضربة جزاء في الدقيقة 71. ونفط البصرة خسر من أمانة بغداد 0-2، أحرز دفاع أمانة بغداد زغبحي كريست في الدقيقة 34 ومصطفى حسين محمد في الدقيقة 87. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري العراقي في المركز الأول الشرطة ب 60 نقطة، الطلبة المركز الثاني 43 نقطة، الزوراء المركز الثالث ب 43 نقطة، القوة الجوية المركز الرابع 41 نقطة، نفط الوسط المركز الخامس ب 39 نقطة، زاخو المركز السادس ب 34 نقطة، النفط المركز السابع ب 33 نقطة، النجف المركز الثامن ب 32 نقطة، نفط البصرة المركز التاسع ب 30 نقطة، الكهرباء المركز العاشر ب 28 نقطة، أربيل المركز الحادي عشر ب 25 نقطة، الصناعة المركز الثاني عشر ب 25 نقطة، القاسم المركز الثالث عشر ب 25 نقطة، نفط ميسان المركز الرابع عشر ب 25 نقطة، بغداد المركز الخامس عشر 23 نقطة، نروز المركز السادس عشر ب 23 نقطة، الكرخ المركز السابع عشر ب 18 نقطة، الديوانية المركز الثامن عشر ب 16 نقطة، الميناء المركز التاسع عشر ب 15 نقطة، وسامورا المركز العشرين والأخير بست نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين محمود المواس لاعب الشرطة المركز الأول ب 14 هدف، والمركز الثاني الهواري طويل لاعب الشرطة، الزوراء عذرا لاعب الزوراء هواري طويل ب 10 اهداف. بعد كده عندنا في المركز الثالث مهيمن سليم ملاخ لاعب الكهرباء، ومهند عبد الرحيم كرار لاعب نفط الوسط، كل منهما 8 اهداف. ثم ب 7 اهداف المركز الرابع حيدر عبد الرحيم لاعب نفط البصره، وحمادي احمد عبد الله لاعب القوه الجويه، وواصل رستم لاعب نروز. ثم ب 6 اهداف شريكو كريم لاعب اربيل، واحمد سعيد لاعب نفط ميسان، ووقع رمضان لاعب الطلبه، واحمد فرحان لاعب نفط البصره، ولوكاس سانتوس لاعب زاخو. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.